هيا الحد الكريم، حضرات السادة الأفاضل، أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا ابتهاجا ومحبة إلى أفراح شباب أعزاز عاشت البو خميس السيد علي بنيابة العريس وبنيابة عن والد العريس وباسم أعمام العريس وباسم اخوال العريس شباب بني معاج وباسم عريف هذا الحفل وراعي هذا الفرح الجميل الاخ العزيز والاستاذ حميد بعاج ابو احمد تحيه ترحيب الى كافه الضيوف والى كافه الحضور والى كافه الاقارب والى كافه الاصدقاء تحيه باقه ورد الى كل من اتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني الى زينة العرسان العريس محمد شيخ الشباب ورد معطرة الى شباب اعزاز عوائل وعشائر اعزاز الى قرى اعزاز بالاجمع الى كل الحضور اهلا وسهلا يا رب يا ليل يا ليل ضلك معي ويا نجوم خليكي بالسماع تلمعي يا ليل ضلك معي ويا نجوم خليكي بالسماع تلمعي ويا شمس بحياة الهوى لا تطلعي معنا هالليلة القمر سهران معنا هالليلة العريس محمد سهران لا يسهروا معه الحبايب والخلان وبعيون أحلى من الحلا وبعيون أحلى من الحلا والورد فوق الخد ماله حدا والورد فوق الخد ماله حدا عم ينتظر الفنان والاستاذ احمد نور الدين كردية ابو حسن والخالي عمر اسعد دنون لا نسهر سوا انت وانا لا نسهر سوا انت وانا هيا الحفل الكريم حضرات السادة الافاضل مرة تانية امسية سعيدة واهلا ومرحبا بكم جميعا
وبدعوة كريمة باسم أبناء المرحوم جد العريس أحمد التركي السيد علي الله يرحم ترابه، والدعوة الكريمة باسم والد العريس السيد إبراهيم السيد علي أبو أحمد. أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم ومناسبة زفاف العريس وزينة العرسان العريس محمد نجل السيد إبراهيم السيد علي أبو أحمد. ألف مبروك. يقام هذا الحفل في مجمع البعاج للأفراح وبتاريخ 27/7/2024 المصادف يوم السبت ابتهاجا ومحبة إلى أفراح السيد علي شباب عاشرة ألبو خميس الكرام. كل شكر إلى عريف هذا الحفل وراعي هذا الفرح الجميل حسن الضيافة والاستضافة الكريمة الأستاذ حميد البعاج أبو أحمد. يحيي لنا هذا الحفل الكريم مطرب غنى فأبدع أسمعنا فسلطنا أمير العتابة وفارس الموال الفنان والأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن. يرافق الفنان والأستاذ النمبر 1 أحمد كردية فرقة ومؤسسة أكاديمية الأهرام أقوى الفرق الموسيقية في سوريا. كل شكر إلى الهندسة الصوتية الغالي محمد دنون أبو عمر. الفرقة الموسيقية بقيادة أشراف سوبر ستار بزر صاحب الريشة الساحرة شيخ الفن وشيخ الكار الخال عمر أسعد دنون. هذا الحفل برعاية مؤسسة الأهرام الراعي الرسمي للفن الفنانين سوريا مدينة إعزاز خلف المخبر القديم لصاحبي الأخوين رشيد وأسعد دنون أبو عمر. بطلنا تصويريا وحدة وفد الأهرام للتصوير المرئي والإعلام التلفزيوني الشاشة الأجمل والشاشة الأرقى في عالم التصوير لصاحبي المخرج الإذاعي الأستاذ والمهندس فارس دنون أبو سمير. طال البعاد واقترب اللقاء طال البعاد واقترب اللقاء وأجمل ما في العمر الحب الوفاء وهكذا عرفت مدينة إعزاز آل سيد علي البو خميس وحلب الشهباء بفنها الجميل وطربها الأصيل. معكم وإياكم أنتم الفنان والأستاذ النمبر 1 الأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن. بيتفضل مشكورا. فاتينا الغزلان
النوم من عيني، عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقت النوم من عيني، خير إن شاء الله ده بعدك والله، والله ده بعدك كان على عيني، على عيني، على عيني، عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقت النوم من عيني، عيني بترف يا حبة عيني، يلي سرقت النوم من عيني، لخير إن شاء الله ده بعدك والله، والله ده بعدك كان على عيني، على عيني، على عيني. Thank you.
فرحة العيد اللي علينا خيو ردك تجينا ردك تجينا تسأل علينا وتسأل علينا وردك تجينا ردك تجينا تسأل علينا وتسأل علينا لك بايعنا بالشوق ولا شارينا وبايعنا بالشوق ولا شارينا جميع ان شاء الله الف مبروك للعريس محمد والف مبروك لبي العريس حج ابراهيم لآل السيد علي اخ الغالي ابو احمد هالدعوه الكريمه استاذ حميد بعاد اسمي وباسم الفرقه الموسيقيه بنرحب فيكم اجمل ترحيب الله يقدرنا نسعدكم هالليله آل السيد علي وعشيرة ابو خميس وضيوفهم حياكم الله جميعا سمعونا صفقه تحيه لهالحضور الكريم تعال لعندي وين Thank you.
يا من جميع المحاسن، يا من جميع المحاسن حزت وانت بغى، يا من جميع المحاسن يا العريس محمد حزت وانت بغى، سكران في محبتك ما فيق وانت بغى، وش احوجك للدجى المصباح يا 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 يابا، وش احوجك للدجى المصباح وانت بغى، اني صحت يا لهيب النار يا زي وبس، مشاقني مشاقني غير خدا بالجواج وبس، احرق جميع الجسم يا 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 يابا، oh.
الله خوال العريس شباب بني البعاد. يا يابا يا يابا وتركنا العتم، تركنا العتم ودخلنا بيت النور، ولما بدا العريس محمد على الصالح بدا النور، وتعالوا يا اهل السيد علي واحرقوا جسمي لك بدا النور، وحافظوا على القلب في ملح ما الخالق. إذا الخالق لعبده بيوم حبه، يا ابو أحمد إذا الخالق لعبده بيوم حبه، نبت له زرع وين ما نشر حبه، لك هالدنيا فانية يا بشر، لك حبوا بعضكم لبعض لا تكونوا دياب عيني. سقوني من فناجين قهوة المرة، ابو القهوة المرة يحرم عليه اذا اجى لعندي، اه لسه ما شربته. سقوني سقوني من فناجين قهوة المرة، وجه كالبدر فيه الناس مرة، لك انا بهالعمر جيت على عرس محمد مرة، لحي الحفل شي ابو شباب يا ابو. وايضا احلى واجمل تحية باقت ورد وباسم والد العريس وبجمع الميتين مليون على راسي السيد ابراهيم السيد علي ابو احمد وباسم عمام العريس، تحية ترحيب إلى كافة الضيوف وإلى كافة الحضور إلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء ومحبتنا بالشباب إعزاز، عوائل إعزاز، عشائر إعزاز، قراء إعزاز بنجمع، والمحبة كلها الفنان والأستاذ أحمد نور الدين كردية أبو حسن وفرقة الأهرام والخال عمر أسعد دنون وراعي هذا الفرح الجميل يعني إخوان العريس شباب بني بعاج، الاستاذ حميد بعاج ابو احمد ابن خالة العريس، له اجمل تحية مليون سلام. يا يابا تعالي اكسري دفي
ولوحي برضه تعذبي قلبي ولو حي لك ضلي ضلي شوشحي بيدك لك ولوحي بفهم عالوما برد الجواب يا يوبا يا يوبا اندهل الغوالي يا غزالي اندهل الغوالي شو صار بحالي يا ميمة شو صار بحالي اندهل الغوالي يا غزالي اندهل الغوالي شو صار بحالي يا ميمة شو صار بحالي يا نبع المية وجفوا عيني يا نبع المية وجفوا عيني لك جمرة بيدي عبدك وعفراق الغالي يلا بدي المشاركة من الجميع المشاركة من الجميع عاشوا يا أسعد يلا وعفراق الغالي وجمرة بيدي عبدك وعفراق الغالي اندهل الغوالي يا غزال اندهل الغوالي شو صار بحالي يا ميمة شو صار بحالي اندهل الغوالي يا غزال اندهل الغوالي شو صار بحالي يا ميمة شو صار بحالي
بنادي عليما مع بنادي يا يما ببدر الليالي عليما مع بنادي يا يما ببدر الليالي ويا نبع المية لك جفوا عيني ويا نبع المية وجفوا عيني لك جمرة بيدي عمتك ويعفراق الغالي أو جمرة بيدي عمتك ويعفراق الغالي دهل الغوالي يا غزال دهل الغوالي شو صار بحالي يا ميمة شو صار بحالي دهل الغوالي يا غزال دهل الغوالي شو صار بحالي يا ميمة شو صار بحالي وهلا يا مكحل كحلين هلا يا محني الزلفين هلا يا مكحل كحلين هلا يا محني الزلفين هلا يا اللي ما شافت عين مثلك ولا راحت تشوف هلا يا اللي ما شافت عين مثلك ولا راحت تشوف هلا يا مكحل كحلين هلا يا محني الزلفين هلا يا مكحل كحلين سردية جوز التنتين هلا يا ما شافت عين مثلك ولا راحت تشوف هلا يا ما شافت عين مثلك ولا راحت تشوف عاش العريس القمر عاش يا راعي الاول الحسن مضرب امثال الرمش احلى من سيوف الحسن يقتل له مال الرمش احلى من سيوف هلا يا مكحل كحلين هلا يا جوز التنكين هلا يا مكحل كحلين هلا يا ابو احمد هلا يا بي العريس هلا يا شافت عين اسمك ورا راح تشوف هلا يا ما شافت عين اسمك ورا راح تشوف Thank you.
وشلي بطرف المنديل، هلا باللي يمشي ويمين، وشلي بطرف المنديل والواجه مثل الانديل، الريمش احلى من سيوف، الوجه مثل الانديل، الريمش احلى من سيوف. هلا يا مكحل تحليل تربية جوز التنتين، هلا يا مكحل تحليل تربية جوز التنتين، هلا يا ما شافت عين تسلك ورا راح تشوف، هلا يا ما شافت عين تسلك ورا راح تشوف. يلا صفقة للعريس، صفقة صفقة، آه يا محمد، آه يا حاج إبراهيم، آه يا أبو أحمد.